اللي هو اللاعب عبد الصمد الشهيري. عبد الصمد الشهيري المدافع الأيمن اللي وخدا مدة طويلة صحبة فريق الرجاء البيضاوي. في واحد الوقت اللي كان فريق الرجاء البيضاوي كيضم عناصر كبيرة تصعب على أي لاعب باش يكسب الرسمية، ولكن بفضل التدريب المكتفى ديالو الانضباط ديالو واللياقة البدنية ديالو الهائلة سالته بزاف باش يكسب الرسمية في واحد المكان اللي كيصعب على أي لاعب في هذيك الوقت باش يكسب الرسمية، خصوصا أن داك المكان كان فيه لاعب كبير اللي هو رشيد السليماني وسامي تاج الدين. ولكن فضل تدريب انضباط استطاع باش يكسب الرسمية ديالو، وقضى فترة زاهية صحبة فريق الرجاء البيضاوي اللي خولت ليه أنه يقدر يلعب في أي فريق مغربي، ومنها التحق المحطة الثانية وهي فريق الدفاع الحسني الجديدي اللي قضى فيه فترة طويلة صحب مجموعة من اللاعبين الكبار كريدة الرياحي ومهدي قرناص وعبد الله الهوى ونبيل مسلوب اللي قضاو واحد فترة زاهية. فكانت المحطة الثالثة وهي فريق الجيش الملكي. التجربة اللي كسب صحبة الرجاء وصحبة الدفاع الحسني الجديدي مكناته يلعب في اعتد الفرق الوطنية وهو فريق الجيش الملكي اللي دوز معاه حتى هو واحد المرحلة بالنسبة لي كانت ناجحة. باش تلعب في ثلاثة الفرقي تقريبا من احسن الفرق الوطنية ماشي سهل، ولكن الانضباط والتدريب مكتفى خولت لي باش يلعب في هذا الفرق هذا جميع الفرق. وكانت التجربة بالنسبة لي ناجحة بامتياز. وفي النهاية ديال أي لاعب كيتمنى تبقى عندو علاقة بالميدان الرياضي تيدخل مرحلة ديال التكوين والتطوير والتدريب، وهو الآن كيسلك نفس النهج اللي سلكوه عدد كبير من اللاعبين. ومن هذا المنبر أعطي نصيحة لأخي عبد الصمد الشهيري وهي الصبر والانضباط. كما كنت لاعبا كبيرا ستنجح إن شاء الله في هذا الميدان، وما عليك إلا الصبر والله الموفق. الله يستر لك.